نصيحة مني لوجه الله اسمعوها منيح والله واعتبروها من أخ أصغر. إذا أردت أن تعيش بصحة جيدة وأنت مرتاح البال فلا تلهث وراء المال. اسمعوا. وتزوج امرأة من مستواه. اسمعوا. إن جاء المال شكرت وإن ضاق الحال صبرت. أكيد. ولا تنم وعليك دين لإنسان. يا الله. لأنه طالما عليك ديون فأنت محروم من السعادة. لا. فالدين هم بالليل وذل بالنهار. ذل. وتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. هذا هو. هاي المشكلة. لا تقارن حياتك بحياة أحد. هاي المشكلة الكبرى. وضع دائما سقفا لطموحاتك. إياك أن تنظر إلى ما في أيدي الناس أو تتمنى لنفسك أن تكون مثلهم. إياك أن تكون ذلك الفضولي الذي ينشغل بحياة الناس عن حياته. حياتك أولى باهتمامك وزلاتك أولى بالإصلاح. صدقت يا شيخ. وحاول أن تبتعد عن النكد والتشاؤم قدر المستطاع، لأن النكد يذهب النظارة ويزيد الهم ويفسد العقل ويضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان. يا الله. واعلم أن العلاقات لم تخلق إلا من أجل أن يسعد بعضنا بعضا. من يؤذيك ابتعد عنه. لا تشارك الناس في الحوارات السلبية والنقاشات الحادة، ولا تنتظر السعادة من أحد. أسعد نفسك بنفسك. الاتصال الذي يزعجك لا ترد عليه. نعم. الجلسة التي ستضايقك لا تجلس فيها. نعم. المكان الذي سوف تذهب إليه ولن تشعر فيه بالراحة النفسية لا تذهب إليه. نعم. لا تحرق أعصابك من أجل أحد. أكيد. توجد مرحلة في حياة الإنسان اسمها المرحلة الملكية. إذا وصلت إلى هذه المرحلة سوف تشعر بالراحة النفسية. يا رب. فعش حياتك بالطريقة التي تحبها. يا الله. ولا ترهق نفسك في التفكير، فالله عنده حسن التدبير. نعم. لا تحمل نفسك ما لا تطيق. نعم. وافعل ما يمليه عليك ضميرك. نعم.